السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، نتمنى يا ربي يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم طبق ديال الرفيسة، شاركته قديم عندي في القناة، من الوصفات القديمة عندي في القناة، ولكن قلت معليش نعاود نشاركه معكم مرة أخرى. هذه المرة عملتها بجوجة محمرة معها، فشوفوا معايا الطريقة، نتمنى إن شاء الله تعجبكم. طبعا وصفة معروفة مشهورة ونفس المكونات عندها، وكل وحدة وبحال اللي كيقولوا النفس ديالها في الماكلة. عندي هنايا بصل، عندي واحد جوج بصلات متوسطين، عملت عليهم 5 دريسات ديال الثوم، غادي نفرمهم. وغادي نجيب هنا واحد الكاس ديال الماء، غادي نعمل فيه شوية ديال الزعفران شعرة، نخليه يطلق فيه شوية، غنحركو هنا ونخليه يطلق، وندوزو هنا نعدلو التتبيله اللي غادي نرقدو فيها الدجاج. عندي هنا التوابل ديال الرفيسة او المساخن، هادو من البحرين، جبتهم لي واحد صديقه ديالي من البحرين، وقلت نعملو واحد هما قطريين ارا نعدل بهم هاد الرفيسة. عندي ملعقه كبيره ديال السكنجبير، وكذلك ملعقه كبيره مع مرشي ديال الخرقوم، شويه ديال واحد ربع ملعقه كبيره ديال الابزار والملح، وعندي هنايا واحد نص ملعقه كبيره ديال السمن، ضروري السمن في الرفيسه. وعندي ديك الماء والزعفران بعد ما طلق، غادي نخلط بهم هذيك التتبيله. بعد ما خلطتهم هنايا غادي نجيب هذيك الجوجه، بحال قلت لكم انا غادي نعملها محمره، فغادي نرقدها في هذه التتبيله هذه، غنخليها صحيحه. الوصفه اللي عندي قديمه في القناه كان عندي بالدجاج مقطع وماشي محمر، مقطع ومطيب معاها وصافي، بجوج بهم غزلان، بجوج بهم كيجيو رائعين. انا هاد الجوجه غادي نشرملها مزيان، اذا كنتو غادي تخليوها تبيتوها في الشرمله عملوها غير هكذا، ما تعملولهاش البصل. اذا كنتو غادي توجدوها مباشره واخا تعملوا لها ديك البصيله اللي مفرومه ومن بعد طيبوها. ها هي هذيك البصله انا والثوم غادي نفرمهم دابا، اولا كنقطعهم رقاقين بحال بحال. صافي غادي نزيدهم على ديك الدجاج. انا البصل هنا باقي، غادي نزيد هذه البصل غير اللي كنطيب فيها الدجاج، ملي كنحيد الجوجه كنضيف بصل اخرى وكنكمل عليها في الطياب. صافي غنضيف هذيك، نضيف ديك البصل والثوم بحال اللي قلت. اذا كنتو غادي تبيتوها مثلا في الشرموله ما تعملولهاش البصل، اذا كنتو غير واحد ساعه ولا جوج ساعات ماشي مشكل، عملوا لها بصل وخليوها ترقد فيها. صافي هنايا نحاول نشربها كامله، ندخل فيها ديك التتبيله ونخليها شويه تشرب. من بعد غادي نجيب طنجره اللي غنطيبها فيها، طنجره ديال الضغط ولا طنجره عاديه، الدجاج دغيا كيطيبوا. وغادي نجيب هنايا تقدروا البنات الحلبه والعدس، عندي مرطبين في الماء، تعملوه مع الدجاج دابا يطيب مع الدجاج. انا عندي غير انا السبب ما غنعملهم شي، عندي بنتي ممنوع عليها هاد البقوليات او القطاني ممنوعين عليها، فانا ما غاديش نعملهم دابا، تنحيد الدجاجه باش نحيد لها شويه المريقه ديالها، نعملها غير بالحلبه بالعدس ونكمل على العدس طيب مع البصله بحال اللي غتشوفوا معايا، غادي نوريكم. صافي هنا غادي نقلي ديك الدجاجه غير شويه، انا هنا باقا ما عملتش الزيت، غادي نقليها غير شويه. وغادي نوريكم هنايا العجينه، راني عجناها من قبل ما نبدا الدجاجه البنات، عجنتها وعملت شكل تكويرات صغارين وخليتها ترتاح باش ما نجي نطلقها تكون ساهله في الطلق ديالها. العجينه عاديه، الدقيق خلطت الفينو والدقيق الابيض والملح والخميره ديال الخميره ديال الخبز غير شويه، واحد طريقه الخميره ديال الخبز باش ما تجيش كتجبد، واحد شويه الخميره ديال الخبز وصافي، وكنعجنها بالماء دافي. عملت الدجاج يطيبو هنايا، حتى غادي طيب ديك الجوجه ونحيدها، عاد بحال اللي قلت لكم غنضيف البصل وهذا الرويسه ديال الثوم، ونضيف كذلك الحلوه والعدس ونخلي هادو يطيبو مع بعضيتهم. ها هي بعد ما طابت الدجاجه هنايا حيدتها، ها هي بحال اللي كتشوفوا معايا حيدتها، غادي نخليها من بعد نحمرها. وبحال اللي قلت لكم هذه المريقه قبل ما نعمل فيها هذيك العدس والحلبه غنحيد واحد الشويه، على حسب بنتي بحال اللي قلت لكم ممنوع عليها طبيب منع على القطنيات كامله، فغادي نحيد لها شويه المريقه ديالها هنايا باش نعمل لها فيها شويه الحلبه، الحلبه واخا نخليها للحلبه مزيانه صحيه، فغادي نحيد لها شويه المريقه، غنعمل عليها البصل ونعمل عليها الحلبه، وهذيك المرقه اللي بقات لي غنعمل لها ديك بصيلات لان قطعتهم شرائح بحال هذا الشكل هذا، وتا بنتي غنعمل لها واحد الشويش ديالها هنايا البصل وصافي. وغادي نضيف الحلبة، الحلبة كل واحد والاختيار، كاين كيبغيها بزاف وكاين اللي كيبغيها غير شوية، أنا من الناس ما كنبغيهاش بزاف، عملت واحد المعلقة من بنتي. وغادي نعمل هنايا واحد جوج معالق كبارين أولا ثلاثة بحال اللي قلت، كيبقى اختياري أنا، ما كتعجبنيش تكون مغلبة الطعم ديالها، وفي نفس الوقت كنبغيها تكون في الرفيسة، يعني ضروري ما كاينش رفيسة بلا حلبة. صافي عملت هنا ثلاثة المعالق كبارين،
وغنجيب هذاك العدس تقريبا هنايا واحد كاس لا ربع العدس، وغنعملها وغنعمل ديك الراس ديال الثومه. صافي هي غادي نخليها غنشد عليها، وحتى بنتي عملت لها الرويسه ديال الثوم، عملت هاد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس. صافي وغادي نشد عليها وغادي نخلي غاديك البصيله طيح والعدس طيب. وهذا انا فهاد الكوكوط عندي نص ساعه هنا غادي تكون طايبه، وبنتي كذلك غنعملها غير نشوف ديك الحلبه طابت وديك البصيله دابت، وصافي غادي تكون واجده هنا. صافي غادي نخليهم هنا يطيبوا، وغادي نمشي انا نوجد ديك الرغايف بحال اللي قلت لكم راهما مرتاحين. صافي غنجيب سطح العمل غادي ندهنوا بالزيت، وغادي نكون مشعله على المقله، وغادي نبدا نطلق. غتشوفوا معايا الطريقه هذه، هذه من دائما من الفيديو قديم عندي من 2015، وهذه الطريقه انا كنستعملها اسهل طريقه في التريد بالنسبه للرفيسه، لا في الخدمه ديالو ولا حتى في الرفيسه كيفاش كتجي. ما كتجيش بديك الرغايف بحال خبز مفته، هذا كيجيو مزيونين صراحه الله. صافي كنبدا نطلق البنات ونعمل فوق المقله يطيبوا بحال الشكل، نطلقوها مزيان والجناب ضروري نتاكدوا من الحواشي حتى هما يكونوا طايبين. كنهزوها بهذا الشكل المقله بحال اللي كتشوفوا معايا سخونه، كنرشوها شويه الزيت وكنطلق الورقه الاوليه بهذه الطريقه. بحال اللي قلت لكم هذه العجينه كذلك كنعملوا فيها واحد الطريقه ديال الخميره ديال الخبز باش ما كتجيش مجبده، كتجلد كتجي مزيونه. صافي كيف كطيب من واحد الجهه كنقلبوها، كتكون طلقنا الكره الثانيه كنجيبوها كنطلقوها فوق منها بهذه الطريقه هذه. كنستمروها هي غير كطيب التحتانيه، كنكون طلقت اخرى كنقلبها طيب على ديك الجهه وكنطلق هذه من فوق. سهله حتى في التنزيل ديالها، كتنزلوها كتقدروا تزيدوا تجبدوها بيدكم تعوطوها على الشكل، وكنقلبها وانا ماشيه حتى كنكمل كميه كامله بنفس الطريقه. كنمشي كنطلق العجينه وكنقلب هذيك، كنقلبها وكنطلق العجينه كنعمل عليها. صافي غير كنعملها كنقلب ديريكت، يعني كتكون من تحت كتكون صافي طابت بهذا الشكل. هذه الطريقه هذه كتسربي ودغيا، ما كتحسش بالعجين، كتحسش قداش ما كانت الكميه ديال العجين ما كتحسش بها نهائيا. ها هي صافي كنكمل الكميه كامله بهذه الطريقه. انا ملي جربت هذه الطريقه هذه قديم 2015 جربتها، ما عاودتش عملت الرفيسه بالمسمن او الرغيف مطويين ولا هذا، لا دائما صافي هذه الطريقه اللي كنستعملها. صافي ها هو البنات ملي كنساليه شفتوا معايا كيفاش كيجي، ها هو بعد كنفصلوهم وحده على وحده وكنقطعوهم وكنعملوهم في الرفيسه ديالنا. ها هما كيجيو رائعين، ها هما كتحيدهم بهذا الشكل هذا. صافي غنعزلهم كاملين وغادي نقطعهم وندوزو باش نسقيو الرفيسه ديالنا. دي كتجي وجه البنات راه هي غادي نقليها في الزيت، تقدروا تحمروها كذلك في الفران كل واحد كيفاش ما بغى. انا بغيت نسربي نقليها في الزيت كتجي لذيذة اكثر، وقلت نسربي بالمره. صافي وهذيك الرغايف غادي اولا ديك الرغيفات اللي عدلتهم غادي نقطعهم سواء بالمقص بحال هذا الشكل هذا شرائح رقيقه اولا بالموس، المهم كيفاش ما بغيتو، او حتى التقطيع تقدروا تقطعوهم غير بيدكم ماشي مشكل. المهم غادي نقطع هذه الكميه كامله بهذه الطريقه هذه. تجي وجهها هي البنات بعد ما طلعتها، ها هي شوفوا التحميره ديالها كتجي رائعه. صافي وغادي ديك هذوك التريد اللي قطعته اولا ديك الرغايف اللي قطعتهم غادي نفكهم على بعضهم. انا كندخلهم من الفران واحد شويه كياخذوا واحد التحميره من فوقي كيقرمشوا، كيعجبوني يجيو رفيسه فيها هاد التريد يكون مقرمش بعض منهم، فانا كندخلهم من الفران يقرمش طبعا اختياري ماشي ضروري. صافي وغندوزو هنايا بعد ما حمرت ديك الرغيفات، ها هما البنات كيجي محمرين غير بعض منهم كيجيو محمرين بحال هاد الشكل هذا كيجيو مقرمشين. صافي وغادي نحيد ديك المريقه بعد ما طابت حيت عملتها في الطنجره، وغادي نبدا نسقي. طبعا كنسقيو كنعملوا واحد الكميه ديال المراق في الطبسيل من تحت، ومن بعد كنفرشوا ديك التريد ديالنا، وبين كل طبقه وطبقه كنعملوا كنسقيو. ولا كانت الكميه كبيره البنات في الطبسيل كتعملوا شويه وتسقيو فوق منه المريقه وتعملوه فوقي باش تجي كامله مشربه. صافي حنايا غادي نعمل غير شويه هنا، وغادي نعمل عليه هذيك المريقه دي بالعدس وبالحلبه، وطبعا كنخلي واحد شويه كاين اللي كيبغيها ناشفه كاين اللي كيبغيها تكون زايده، فكنعملوا واحد شويه فواحد الطبيصل قدامها اللي بغى يزيد يزيد. صافي وغادي نجيب هذيك الجوجه قسمتها في النص بحال هذا الشكل هذا، وغادي ننزلها من فوقي وديك الرويسه ديال الثوم طبعا
هي الاكله الشتويه عملتها في الصيف شهيتها مع ديك التوابل كانوا عندي طريين وسخيت شي بهم وبغيتهم يبقاو حتى الشتوى قلت نعدلها دابا. وهي هذه الوصفه ديالنا اليوم توليداتي عجباتهم كلاوها ولادي اول مره غادي ياكلوها كلاوها حتى هما وعجبتهم. نتمنى البنات الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غنقول لكم شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء، انتظروني في وصفات قادمه ان شاء الله.